السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل بيستفاد من الذكاء الاصطناعي، بحيث ان هو يقدر ينتج اشكال زي ما انت شايف. تقدر ان انت تكتب له تكست، وبعد كده تقدر ان انت تعمل الاشكال لا نهائية زي ما انت شايف، ودي كلها تقدر تطبعها بالطبعة ثلاثية الابعاد. فانت عندك اشكال لا نهائية تقدر ان انت تطبعهم بكل سهولة من خلال الحاجة زي الراينو والجراس هوبر. تقدر تطلع اشكال لا نهائية، ممكن نستفاد من الأزايز المخلفات ونعمل بيها أشكال كتيرة جدا ونعيد استخدامها. وده طبعا ليه أثر كبير جدا على البيئة، إن احنا بنستخدم حاجات صديقة للبيئة. ممكن نعمل أشكال كتيرة جدا للإنارة، مجرد ان انت بقى تكتب اي شكل انت بتتخيله. عايز الاناره تبقى شكل اهرامات، تبقى على اشكال غير منتظمه، تكتب اللي انت عايزه هو بيبدا ان هو يعمله لك. فانت بتتخيل بس الشكل، وبعد كده تقدر ان انت تطبعه في طبعه ثلاثيه الابعاد زي ما انت عايز.